تشاهدون في هذا الفيديو: أجواء من خطوبة ميكس وضحى من تونس. نور ستارز تخرج عن صمتها وترفض الحديث عن غيث مروان ونارين بيوتي. سويتي عملية؟ لا. روزة تحتفل بتخرجها. وسام تيكت يهدد أبو الرب. أنس وأصالة يطلبون الاعتذار. مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب. من بعد وصوله لتونس برفقة عائلته، أعلن التيك توكرز ميكس وضحى عن خطوبتهما رسميا وقراءتهم للفاتحة بتونس، حيث نشروا عدة صور وفيديوهات من أجواء الخطوبة وعم يستعدوا للاحتفال بعرسهم قريبا جدا، فألف مبروك لهما. نستفتح ان شاء الله زواجنا وخطوبتنا، وهذه المناسبه لفاتحه الكتاب، حتى الله يفتح علينا ان شاء الله ويفتح عليهم ان شاء الله. أما روزة فاحتفلت بتخرجها رسميا من الثانوي بإقامتها لحفلة كبيرة جدا بالأردن وسط حضور عدد كبير من أصدقائها، اللي من بينها كانت صديقتها لايف السارة اللي أيضا تخرجت من الثانوي، وأيضا صبا شمعة، وأجواء الحفل كانت هيك. أما أنس وأصالة وأخيرا نزلوا فيديو جديد على قناتهم العربية على يوتيوب من بعد غياب دام عدة أيام، من بعد ما قررت أصالة تصوير الفلوج وتنزيله، وبآخر الفيديو وضحوا سبب قطعتهم واعتذروا للجمهور، والسبب الرئيسي كان حيرتهم حول طريقة تقديم فيديوهاتهم بين إذا تكون بروفيشنال مثل القنوات الأجنبية أو فلوجات عادية مثل زمان، فشو رأيكم أنتو؟ أما أنس وبيسان فوصلوا تركيا مبارحة، وذلك تحضيرا لحفلة بيسان اللي راح تقام هناك بتاريخ 28 بالشهر على الساعة 8 مساء برفقة الفنان خالد الحلاق. فشفنا أنس وبيسان ولقائهم بقمر الطائي نظرا للصداقة اللي تجمعهم ببعض من قبل فترة، ولقائهم أيضا بماريانا غريب، والتحق بهم صديقهم المقرب بو فلوكس لحضور الحفل صباحا. أمير عبد المجيد من مصر. أنا كبير أمير عبد المجيد عم نموت يا جماعة، بيسان تريد تموتني، ما تعرف شلون جبتي على فكرة تموتني. حبايبي يوم الأحد بتاريخ 28 الشهر، هذا الأحد يعني، حكون متواجدة بحفلة بيسان إسماعيل بأوتيل الشيراتون. ليز كونوا كلكم موجودين، حتى أنا أكون موجودة، وكمان بيسان حتكون موجودة. هاي حنولع الدنيا، فكونوا. وبالحديث عن ماريانا غريب فلساتها متواصلة بالترويج والإعلان عن أغنيتها الجديدة اللي راح تنزل بفيديو كليب قريبا جدا، فشاركت بعض من اللحظات من كواليس الأغنية عبر آخر فيديو نزل على قناتها على يوتيوب. حبايبي ضل القليل كتير وبتنزل الغنية، الغنية رح روج لها أول شيء على تيك توك وعلى إنستغرام قبل ما تنزل الغنية، لهيك هلأ نشرت فيديو على التيك توك، عم بنشر الفيديوز اللي بنشر على الانستغرام عم بنشر على التيك توك عشان ما نزل البروم على التيك توك تشوفوا كلياتكم. اما وسام تيكت فنزل هالستوريهات المفاجئه اللي تهجم من خلالها على عمر ابو الرب، اخ احمد ابو الرب، من بعد ما نزل فيديو حكى عنه على قناته على يوتيوب من قبل فتره، فهذا الفيديو ازعج وسام جدا، مما خلاه يصور فيديو كامل على يوتيوب يرد من خلاله على عمر. حكي كثير مهم، في حدا هيك طاول واخذ وشي زياده من دول الفرافير الصغار تبعات اللي بيعملوا رد فعل ومن هذا الحكي، ففيديو بكره كثير مهم، راح احط لكم منه تشويقه وراح احط الموعد تبعه، بس رجاء لا حدا يحكي او يحكم لحد ما نشوف فيديو بكره، وبكره لنا لقاء اخر. وحبيبي انت اللي عملت انا هذا الفيديو هيك لعيونك، هذا الموضوع تبع اليوم وبكره، يعني هذا الفيديو كله هو تهديد بس، يعني فركة إذن هيك، لسه في جاي شغلات تانية وقلنا لقاء آخر وقلنا كلام آخر كمان، تمام حبيبي؟ أما نور ستارز فردت من خلال مجموعة من الستوريهات على التعليقات السلبية اللي بتوصلها، وكشفت أنها عم بتمر بمرحلة جدا صعبة. سمنتي، ضعفتي، خشمك مو حلو، خشمك حلو، سويتي عملية، لا انتي فيك، ما سويتي عملية انتي مو فيك، حلقك كبير صغري، حلقك صغير كبري،
متى؟ ترى والله مو الإنسان مشهور يعني الإنسان عنده مناعة أو حصانة. أوكي نتعود مرات خلص كل الناس لها رأي، بس ترى همينة يعني التنمر يأثر بالكل، وأحياناً الواحد يكون عنده يوم سيء ما يكون متحمل أوردي. أنتوا ما تدرون شنو يصير بحياة الناس خلف الكواليس، أنتوا عايشين حياة الناس، وكل كلمة أنتوا تقولوها سيئة ترجع للشخص، الطاقة هاي السيئة اللي تطلعها تلف وترجع لك. غير عن ذلك فكانت نور ستارز ضيفة لانا ولينا مبارحة ضمن برنامجهم خلينا نحكي، حيث شفنا تجنب نور ستارز عن الحديث عن اليوتيوبرز وكيف غيرت الفقرة الأخيرة من البرنامج اللي كان من المفترض أنه لانا ولين يعطوها أسماء يوتيوبرز وهي توصفهم بكلمة واحدة لتحدي إذا تعرف إخوانها بنين وليد أكثر، وذلك تجنبا أنها تجيب سيرة اليوتيوبرز ولحتى ما تكون في مشاكل بينهم. فشو رأيكم بتصرف نور ستارز؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات. أما حسام السلاوي فعم يعيش لحظات جدا صعبة من بعد تعرض حسابه على انستغرام لهجوم كتير كبير من طرف ناس مجهولة شالت عنه التوثيق، عم بتحاول أيضا غلق صفحته نهائيا، فشارك عدة ستوريهات شرح فيها الوضع اللي عم بيعيشه واتخاذه لقرار اختفائه لفترة. فانتظر الجمهور ردة فعل قمر الطائي نظرا للصداقة الكبيرة اللي كانت بينهم آخر فترة، ولكن قمر لم تشارك أي ستوري عن الموضوع ولم تدعمه بهذه المرحلة، والبعض الآخر شاف أنها ممكن عم تدعمه بس من خلف الكواليس. فشو رأيكم أنتو؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات. باكر هم 90% او بكره يعني حيكون اكو فيديو على قناه الجيمنج، فكونوا جاهزين فيديو ببجي لعبنا انا وياكم سويا، كان فيديو كلش حلو. فهذا رابط القناه اذا ما مشتركين اشتركوا وبس. شبك ولا ما شبك؟ صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين. حبيت نزلكم ستوري حتى نعيشكم الاجواء. احنا هسه رايحين على البحر نوريكم الاجواء شو رايحين، مكان روعة، نحن نعيش ميكس تجربة جديدة. مش عليا